مشاهدينا مشاهدي قناتنا في كل مكان، بنرحب بحضراتكم معنا وحلقة جديدة على أرض مصر. حلقتنا لهذا اليوم هي حلقة الاثنين 14/10/2024، نتحدث عن جهود الدولة في الحفاظ على البيئة الخضراء. هيكون لنا كلام عن التحول الأخضر أو التحضر الأخضر، شعار المرحلة القادمة، الكثير والكثير من المبادرات المتكاملة الداعمة للنمو الأخضر. أنا بيسعدني يكون موجود معايا أستاذ دكتور عبد المسيح سمعان، أستاذ التربية البيئية والوكيل السابق لمعهد الدراسات والبحوث البيئية بجامعة عين شمس. دكتور عبد المسيح، أهلا بحضرتك معنا يا فندم. أهلا بيك يا فندم. أهلا وسهلا أستاذ المشاهدين الكرام. أهلا بيك يا فندم. يعني لو هنتكلم عن المعنى الحقيقي للبيئة الخضراء، حضرتك تقدر تديها تعريف بسيط لهذا الأمر؟ يمكن البيئة الخضراء، يمكن الناس تتصور أنها بنتكلم على الشجر، لكن ده يعني مفهوم بعيد تماما عن المفهوم اللي حضرتك بتطرحه. البيئة الخضراء حاجتين مهمين جدا. تفضل يا فندم. موارد تحافظ عليها وتستثمرها وتوقف استنفاذها، وفي نفس الوقت ملوثات تقلل منها على قدر المستطاع، وتبقى العناصر البيئة الأساسية سليمة، يعني هواء سليم نظيف، ماء نظيف، تربة نظيفة، غذاء نظيف. وبالتالي تحت الاثنين أمبريلا دول قول زي ما انت عاوز، فالحفاظ على الموارد، حفظ تعظيم على مواردك من جهة، وفي نفس الوقت التقليل من أضرار الناجمة عن البيئة الغير صحية. بالضبط، هو ده التحول الأخضر، أو هو ده مفهوم الأخضر. أي حاجة بتعملها لما تستخدم الطاقة الجديدة والمتجددة أنت بتعمل بيئة خضراء، لأنك بتقلل التلوث. لما تحافظ على التنوع البيولوجي أنت بتعمل بيئة خضراء عشان تحافظ على البيئة. واحدة واحدة دكتوري، خلينا الأول نروح للتحول في مصادر الطاقة، التحول إلى الطاقة البديلة. تمام. يعني عندنا كم دلوقتي، عندنا أكتر من تطبيق في هذا الأمر، أو أكتر من مثال حي لهذا الأمر، منها مثلا طاقة الرياح، منها أعتقد برضو الطاقة الشمسية، وأكبر مزرعة طاقة شمسية أو محطة في بريمبان. عندنا طاقة الرياح موجودة أكتر من محطة كبيرة جدا، يمكن شفنا في منطقة الزعفرانة صح كلام؟ تمام. وتورسينا صح كده، يعني في أكتر من مكان منطقة الطور. طب هذا التحول هيفيدنا بإيه الفترة اللي جاية، بعيد عن أنك أنت بتوفر من وقودك الأحفوري ومن البترول وما إلى ذلك وتتجه إلى طاقات بديلة، لكن ده هيفيدنا بإيه في سبيل الحفاظ على الأخضر؟ إحنا عندنا مشكلة التغير المناخ. تغير المناخ بيجي من تزايد ثاني أكسيد الكربون في الهواء الجوي. الطبيعي ثاني أكسيد الكربون 280 جزء في المليون، الآن وصل إلى 420 جزء في المليون. إذا ده معناه إن هو بيتضاعف. كل ما هيتضاعف ثاني أكسيد الكربون كل ما هزيد درجات الحرارة. إحنا النهاردة أصبحنا على مشارف درجة ونص، وبالتالي ده بيجي منين؟ كل المصانع، كل العربيات، كل النشاطات الإنسانية ما زالت بتستخدم الوقود الأحفوري اللي هو بيطلع ثاني أكسيد الكربون، لأن الفحم والبترول فيهم ذرة كربون، لما بتيجي تحرقهم بيتكون ثاني أكسيد الكربون. وبالتالي أنت لازم تتحول عشان تقلل من تداعيات تغير المناخ، لازم تقلل من استخدام الوقود الأحفوري وتتجه إلى الطاقة الجديدة المتجددة. زي ما حضرتك تفضلت، الطاقة الشمسية من أفضل أنواع الطاقات، لأنها لا ينتج عنها ثاني أكسيد الكربون. أنت بتحوش عندك خلايا بتحولها إلى طاقة كهربية، وبالتالي ما عندكش مشكلة، زيرو تلوث، ما فيش تلوث خالص. تمام. عندك طاقة الرياح نفس كان طواحين الهواء، بتكون توربين بتطلع لك كهرباء، وبالتالي ما عندكش تلوث، وهكذا الطاقة المائية. كمان حضرتك يمكن ويمكن السادة المشاهدين بيسمعوا دايما اللفظ الجديد، الهيدروجين الأخضر. الهيدروجين الأخضر لو بيجي التحلل الكهربي للمية، المية عبارة عن هيدروجين وأكسجين. حضرتك لما بتيجي تحللها بيطلع الأكسجين وياخد الهيدروجين. لو أنا حرقت الهيدروجين تمام هيطلع طاقة هائلة جدا، والهيدروجين مفهوش ضرر الكربون، وبالتالي أنا هطلع هيدروجين أخضر نقدر أن احنا نستفيد به في تقليل التلوث الناتج عن هذه الصناعة. دائما ما يكون عندنا عائق في الكلفة المالية في بداية المشروعات. تمام. يعني خلينا نبقى واضحين، طب فكرة حرق الهيدروجين، فكرة إنشاء مزيد من اللوائح الشمسية أو ما إلى ذلك فيما يخص محطات إنتاج الطاقة الشمسية، في فكرة إنشاء العديد من المراوح. يعني زمان كنا نعرف أنها كانت أعتقد 3 متر بقت 6 متر، كانت معرفش 3 مراوح بقت 6 ريش. تمام. يعني أقصد أن هناك تجديد وفي تطوير في الشبكات القائمة بالفعل. الكلفة العالية دي
طبعا الدولة قادرة انها تتحملها في البداية، ولكن هل الكلفة دي بتقل مع الوقت؟ هل الانتاج المستقبل بيعوض معاك كدولة في الاستهلاكات وفي الانتاج وما الى ذلك؟ هي برضو نوضحها، لان في ناس بدأت تقول لك والله ايه اللي يمنع ان انا اروح لهذه الجزئية على مستوى الاستخدام الشخصي، يعني احط الواح شمسية على سطح المنزل تنتج لي قدر من الطاقة او من الكهرباء او الكهرباء، سواء كان عشان السخانات عشان التجهيزات عشان اضاءة المنزل، ويوفر خالص موضوع الكهرباء. هل ده وارد؟ وهل الكلفة تعوض معك على اللونج ران ولا لا؟ شوية تفاصيل بس نفهمها المشاهد. هي المشكلة الطاقة الغير المتجددة زي ما حضرتك تفضلت، هي تكلفة الطاقة الغير المتجددة في البداية. ان لما نشوف تكلفة الطاقة الشمسية من البداية من 20 سنة هتلاقي تكلفة غالية جدا. النهاردة مع التكنولوجيات الحديثة بتقل بالتبعية إنتاج الطاقة الشمسية. النهاردة طاقة الهيدروجين الأخضر طاقة تكلفة عالية، وعشان كده الدول لسه مش قادرة تاخد قرارات حاسمة في الإنتاج بشكل كبير، لأنه ما زلنا التكلفة عالية جدا مقارنة بالبترول والفحم. ده يعني كلام فاضي بالنسبة للطاقة الجديدة والمتجددة أو حتى خاصة بالهيدروجين الأخضر. عشان كده يمكن شفنا الدولة علشان تقدر أن هي تسهل هذا الأمر، فخامة الرئيس مضى القانون رقم 2 لسنة 24 هذا العام بتعطى تيسيرات للمستثمرين في مجال الهيدروجين الأخضر. يعني الدولة بتحاول تساعد علشان إيه؟ عشان أنت عندك فرصة ذهبية في بلدنا إن إحنا ننتج من 5-8% على مستوى العالم هيدروجين أخضر، لأنك قادر إنك أنت عن طريق قناة السويس إنك أنت تكون قريب جدا من الدول الاتحاد الأوروبي. أي. ودلوقتي الدولة عاملة أكتر من 20 بروتوكول تعاون مع الدول الأوروبية إنها تمدها بالهيدروجين الأخضر، وبالتالي هناك استثمارات في هذا المجال، وبتحاول الدولة تدخل التكنولوجيا الحديثة اللي تقلل تكلفة إنتاج هذا الهيدروجين الأخضر. وبالتالي دي نقطة مهمة جدا، كل ما شوية كل ما تظهر تكنولوجيات أحسن كل ما هتقلل التكلفة، لأنك أنت في صراع ما بين المنتج هتدفع فيه كام صح والعائد دلوقتي كان. والعائد كام؟ طب هو دي النقطه. وبالتالي عشان كده بيتكلم ان على الرونج عن اللونج ران دايما بيبدا الكلفه تقل ويبدا الانتاج يزيد، فبتعوض تكاليف المشروع في بدايته في الستارت. طيب خليني اروح مع حضرتك برضو للكربون او انبعاثات الكربون بنسب عاليه، وسمعنا ان هناك ما يسمى بالبصمه الكربونيه. تمام، يعني خلينا نوضح للمشاهد بشكل اكبر ايه هي بس البصمه الكربونيه، وليه لو الكربون زاد انتاجه ده ممكن ياثر في ارتفاع حراره الارض، وفكره الدرجه ونص حضرتك بتتكلم فيها ديت. البعض هيفهم من درجه ونص دي ان الصيف بدل مثلا ما درجه حراره 37 تبقى 38.5. لا طبعا لا، ده يعني ايه درجه ونص في درجه حراره الارض ومردودها ايه على تغير المناخ على مستوى العالم؟ خليني اجاوب على السؤال الاولاني، حكايه البصمه الكربونيه. حضرتك احنا بنستهلك مواد، يعني مثلا انا بستهلك اكل، بستهلك عربيه، بمشي بالعربية. لما امشي بالعربية، العربية دي بتطلع ثاني اكسيد الكربون. تمام، يبقى اذا انا لما هركب عربية بطلع جزء من بصمتي الكربونية، يعني مجموع الغازات الكربونية اللي بتطلع نتيجة نشاط الانسان الواحد. صحيح، فالعربية وهي ماشية طبيعة استهلاكك. تمام، وخارج الكربون عن استهلاك الفرد الواحد ده يمثل بصمته الكربونيه في كل المجالات. ركبت عربيه تقول لي طب انا هركب عجله، عجله فيهاش ثاني اكسيد الكربون؟ لا. اقول لك حاجه، العجله دي جت منين؟ اتصنعت وطلع عن تصنيع العجله ثاني اكسيد الكربون، ولما طلعت المصنع وداها للمحل اللي بيبيع فيها ركبت عربيه طلعت ثاني اكسيد الكربون، ولما حضرتك جبت العجله دي لغايه البيت وركبتها طلعت ثاني اكسيد الكربون. بس دي لا يحاسب عليها الفرد بقى، لا يحاسب عليها جزء يعني من بدليل ان احنا لما جينا نتكلم قلنا ان الدول الصناعيه الكبرى هي صاحبه النصيب الاكبر في تغير المناخ وفي التاثير على التغيرات المناخيه وما الى ذلك، ولما كان في نوع من انواع التعويضات هتصرف كان يشيلها بشكل اكبر. تمام، الدول الصناعيه الكبرى انتاجه اكتر منك. احنا بنتكلم بقى على ايه؟ عن البصمه الكربونيه. أيوة، عشان كده بتلاقي الدول المتقدمه 22 اكتر مره من بلاد الناميه بصمتهم الكربونيه اكبر بكتير. كدوله احنا بنتكلم، وبرضه لما يتقسم على الدوله على الافراد يبقى على افراد. وبالتالي احنا بنتكلم اي حاجه زرع انت زرعتها، الزرع ده
اتعمل بأدوات علشان تتصنع طلعت ثاني أكسيد الكربون، وبالتالي لما تدري القمح كل حتة كل متر بتمشيه بالظبط، كل متر بتمشيه أنت بقى بتحاول تقلل من بصمتك الكربونية. إن أديك سبيل المثال، أنا النهاردة بستورد بسكوت من إكس مثل. من دولة من أوروبا مثلا، تمام؟ البسكوت ده ركب طيارة والطيارة دي طلعت غازات أو انبعاثات كربونية جزء منها. لو أنا عملت البسكوت ده في بلدي يبقى أنا قللت البصمة الكربونية لأنها يعني قليلة شوية. طب البصمة الكربونية ديت أو الانبعاثات دي لو زادت عن الحد هيكون إيه المردود وإيه النتيجة؟ ده التساؤل هرجع بيه لضيف الكريم ولكن بعد هذا الفاصل. دكتور عبد المسيح، يعني قبل الفاصل كنا بنتكلم عن انبعاثات الكربون وارتفاع نسب انبعاثات الكربون ونقول مدى تأثيرها إيه على المناخ. يعني النهاردة برضو الغلاف الجوي مع وجود الانبعاثات الكربونية العالية، حضرتك بتقول ان اصبح عندنا ارتفاع في درجة حرارة الارض درجة ونص. طب الدرجة ونص دي تمثل ايه بالظبط؟ الناس تتصور ان درجة ونص يعني هما يجي الصيف هيحسوا ان درجة الحرارة اعلى درجة ونص، في الشتاء هيبقى ادفى. لا، مش ده اللي بيحصل. لا طبعا مش ده طبعا اللي بيحصل. خلينا نوضح ده اكتر للمشاهد. حضرتك درجة حرارة الارض عموما بين اعلى درجة واقل درجة في حدود 15 درجة. دي درجة حرارة الارض كلها، تمام؟ وخلينا نفرق ما بين طقس ومناخ. صحيح، طقس حاله يوميه، النهارده 20 بكره 22 الى اخره. بيبقى كل الحكايه اسبوع تنبؤات لحاله الطقس، وفي بلاد معينه كل واحد حسب ما بيكون يعني. لكن المناخ ده حاله عامه بتمشي اكتر من 50 سنه، ملامح عامه لدوله. نقول لك مناخ جمهورية مصر العربية زي ما حضرتك فاكر، حر جاف صيفا دفيء ممطر شتاء. بس في فرق ما بين بلانك اليومي، ما في فرق ما بين بلانك اليومي او الاسبوعي وما بين خطة خمسية او خطة عشرية او فده مناخ. وبالتالي لما بنتكلم النهارده بنقول درجة حرارة الارض كلها، كل الكرة اللي هي اصلا اجمالي 15 درجة، زادت درجة ونص، فبقت كام؟ بقت 16 ونص او دلوقتي 16.4. كويس، طب عشان نفهمها اكتر ده تاثيره ايه على طول؟ تمام، انا اوضح للمشاهد عشان بس يفهم الدرجه. درجه حراره جسم الانسان كام؟ 37. لو بقى 38.5 جسمه سخن ويطلب الدكتور يبقى عيان. معناها درجه ونص برضه. فاذا عاوزين نوصل للمشاهدين ان درجه ونص دي ان الارض عيانه، الارض ما مش طبيعيه. وبالتالي بيحصل هذه التداعيات الخطيره جدا في سيول وامطار وحرائق غابات، ودينا يمكن متابعين اهوت فيضانات واعاصير، ويعني كل دي بيحصل يوم بيومه يعني. طبعًا لان المناخ تغير، درجه الحراره اتغيرت فاثرت على حركه الرياح، فغدت الامواج، السحب بتتحرك بطرق مش طبيعيه، وبالتالي بيحصل جفاف في مناطق وبيحصل سيول في مناطق اخرى. الحراره نفسها الزياده بتخلي الشجر يجف وبالتالي يحصل حرائق في الغابات. النهارده بنشوف غابات كتيره على مستوى العالم بتبتدي. كل دي تداعيات كبيره لتغير المناخ. دكتور عبد المسيح، يعني خليني اقول لك، انت دوله وسط منطقه وسط قار وسط عالم، لما تبدا بنفسك، طبعا فكره انك تبدا بنفسك ده امر رائع يعني، بس بشرط ان يكون هناك تكامليه في الاداء على مستوى المنطقه كلها او على مستوى العالم. يعني لما تاخد قرار النهارده ان انت كدوله تبقى ضمن منظومه في التحول للاخضر، ما انت لو انت كدوله لوحدك تحولت الى الاخضر وباقي الدول المحيطه كلها انبعاثات كربونيه وكلها، ما اعتقدش انك هتبقى مؤثر بشكل كبير. يعني صح، بنحاول، لكن ابدا بنفسك. بالظبط، بنحاول. لكن انا اقصد النهارده فكره التنسيق العالمي، يعني مصر تسعى وبتاخد خطوات جباره، وعندك التحول الاخضر، وعندك حتى على مستوى السياحه ما يسمى بسياسه الجرين ستار واعتمادها في الاماكن السياحيه الكبيره زي الغردقه وشرم الشيخ وما الى ذلك. كل ده في تحول الاخضر وفي سياسات بيئيه جديده يعني اكثر من رائعه، ولكن التنسيق ما بين مصر وما بين الدول الاخرى في المنطقه على الاقل يعني علشان خاطر تقدر تحقق هذه الخطوة في التحول للأخضر، هل هذا جاري الآن؟ هو بيجري على مستوى العالم، مش بس على مستوى المنطقة كمنطقة. تمام. لا، بيجري على مستوى، يعني مثلا احنا بنعمل، مصر نظمت كوب 27 وخدوا فيه قرارات، في كوب 28 اتعمل، وكوب 29 خلال ايام سوف يكون في اذربيجان لمتابعه اللي فات وايه اللي حصل وايه اللي بيحصل، التوصيات واللي اتنفذ وما الى ذلك. بالظبط، كل ديت التوصيات دي هي المفروض تبقى توصيات، مش بفكره توصيات حبر على ورق، ولكن يجب ان تكون توصيات تنفيذيه. يعني حضرتك تفضلت في البدايه حكايه التمويل. المناخ في باريس 2015 قال هندي الدول اللي نامه 100 مليار. فين؟
يعني قليل بس جدا. حضرتك يعني ما انا بقول لا، هل لحضرتك ده تم قليل، على الارض لا الواقع؟ قليل جدا. مش كده مصر عملت صندوق الخسائر والاضرار اللي قروا في كوب 28، ومصر عملت آلية. والحقيقه هذا الصندوق مصر بذلت جهد جبار جدا على مستوى العالم وعلى مستوى الدول الافريقيه، ده التعاون حضرتك بتقوله، ايوه على اساس ان احنا لا احنا كدول ناميه احنا لنا حق ان احنا اللي مضرورين من اعمال الدول المتقدمه. وحطوا آلية لهذا الصندوق، وابتدى يحط فيه بعض الدول، الولايات المتحدة وبريطانيا ألمانيا السعودية الإمارات ابتدى يحط فيه، بس حتى الآن لسه ما شفناش توزيع لهذا الصندوق على الدول النامية يعني. لكن كانت البداية، وده مصر قامت بدور كبير جدا وجهد مشكور جدا في كوب 27 عن تعمل هذا الأمر، وده شيء يحسب لمصر بالفعل، وبجهود الدبلوماسية المصرية قدرنا نوصل لده. أنا آسف مش عاوز أبعد عن الموضوع، ولكن تساؤل يعني طرح إلى ذهني، مجهودات كبيرة جدا من مصر في هذا المجالات، الدول العظمى تشارك بهذا الأمر، تعويضات كبيرة للدول الأكثر تضررا وما إلى ذلك، وخطوات جادة في التحول الأخضر والنيتروجين الأخضر جرين ستار في السياحة وفي كل الاتجاهات، ولكن في ظل مثلا أجواء ملبدة بالنزاعات وملبدة بالحروب وملبدة بالانفجارات وملبدة، طب ده تأثيره إيه على البيئة يا فندم؟ يعني مجرد بس تساؤل طرأ إلى ذهني في ظل ظروف طبعا حالة، ده يعني ده أكتر في ظلم ظل للبيئة، ظروف حالة أكتر ظلم انفجارات للبيئة. شبه يومية، طبعا إحنا طبعا جزء لا يتجزأ عن العالم يعني، ولكن هذا هو الأمر وهذا هو الواقع حوالينا من كل الاتجاهات. يعني دايما نقول حرب لمدة ساعات قليلة ممكن أن تؤثر على البيئة أكثر من سنوات طويلة في الطبيعي. يعني حضرتك بتشغل مصانع، بتشغل مش عارف إيه، لكن الحروب دائما ما ينتج عنها دمار كبير جدا في البنية التحتية وفي الموارد وفي إهدارها وفي التلوث. وطبعا الحروب هي أكثر حاجة، عشان كده يمكن أكتر حاجة اتقالت في التنمية المستدامة 17 هدف اللي على مستوى العالم، قال لك السلام والأمن العالمي. ده لازم. أنا بس عاوز أروح مع حضرتك لهذه الجزئية، بس ده سبب التساؤل يعني النهارده، يعني إذا كنت هناك دول داعمة للبيئة لابد أنها تكون دول داعمة للسلام. 100%، صح؟ أنت ما تقدرش تفصل الاثنين عن يعني بعض. ما ينفعش تفصل الاثنين عن بعض، ما ينفعش من جهة أقول والله أنا دولة داعمة للبيئة وحريصة على الأخضر، أين الأخضر في ظل ما يحدث 100%. حاليا؟ 100%. طيب ارجع من جديد ل يعني المواطن ودور المواطن في الحفاظ على البيئه. الدوله بتحط استراتيجيات وعندها خطط تمام وشغاله بشكل قوي جدا هنا، انا كان اتكلم على بلدي، اتكلم على مصر، تشتغل هي ال 24 ساعه داعمه للاخضر، داعمه للنيتروجين الاخضر، داعمه للطاقه البديله، مجهودات كبيره، مشروعات كبرى وما الى ذلك، ولكن يجي هنا المواطن لابد ان يكون جزء من هذه العجله او ترس فعال تمام للغايه. تمام. فالمواطن هنا دوره ايه من وجهه نظر حضرتك فيما يحدث الان في التحول الاخضر؟ المواطن هو الايد الثانيه اللي لازم تسقف مع الدوله. مش ممكن ابدا الدوله تعمل مجهودات في كل المجالات والمواطن بيتفرج. وساعات المواطن بيجي يسالنا، انا لا لي علاقه بتغير المناخ، ولا عندي عربيه، ولا عندي مش عارف ايه، ولا عندي، طب انا اعمل ايه؟ لا، انت تقدر تساهم بحاجات كثيره جدا. اول حاجه احنا دايما بنراهن على وعي المصريين. وعي المصريين ده يجي من تصرفات سهله جدا وبسيطه جدا. النهارده لما رشد الميه في البيت وفي الدولة وفي الحكومة وفي المصنع وفي المدرسة ولا آخره، أنا بعمل عمل جليل جدا، أنا بحافظ على البيئة. النهاردة احنا بنقول في جفاف في مناطق، النهاردة عندي 55.5 مليار متر مكعب بيجوا من نهر النيل. طب لا قدر الله لو حصل المية قلت بأي طب نسبة، احنا بأي حصة، أي كانت حصة كده. وبالتالي لازم أول دور المواطن الحاجات البسيطة، أقفل المية لو أنا مش مستخدمها، أو حاجة فيه دلوقتي مفهوم اسمه كفاءة المية. يعني ايه كفاءه الميه؟ انا هغسل ايديا بلتر ميه، لو المتر الميه ده غسلت بايدي يبقى انا استخدمت الميه بكفاءه، لكن لو انا هغسل ايدي بخمسة لتر ميه يبقى انا اهدرت أربعة لتر ميه، لتر ميه وانا مش داريان حاجه كده، ورين فين ملهاش لازمه يعني، ما خدش بالي لم منها. يستفاد بيها اصلا، لم يستفاد بيها اصلا. بالتالي حتى المياه الرماديه اللي احنا بنقول عليها غسيل الخضار مثلا، بغسل خضار ولا بتاع، يجب ان تجمع وتقدر تروي بيها زرعه، تقدر تروي بيها شجره، الريسايكلينج بتاعها زي يعاد استخدامها من جديد يعني. اذا النهارده المواطن دوره في الميه مهم جدا جدا، ونحن 105 مليون نسمة، وحصتنا لم تزد من سنة 1959، هي نفس الحصة اللي كنا فيها 20 مليون. وبالتالي لازم، ده دور مهم جدا للمواطن. واحد،
اتنين التلوث المباشر، يعني دور المواطن في التلوث المباشر، فكره انك مثلا حريق الاوراق او حريق المهملات او مش عايز اتكلم عن حريق قش الرز واللي عانينا منه لسنوات، يعني زي ما بيسموه السحابه السوداء، ولكن السودة. اعتقد ان احنا اجدنا التعامل معاه في السنوات الاخيره، ما بقيناش في داخل الخريف زي دلوقتي كنا بنشوف الدخانه كانت بتعمل ازاي، لا النهارده الموضوع اختلف. برضو الدوله شغاله بشكل قوي جدا في هذه الجزئيه، واصبح هناك وعي من المواطن، بالاضافه ان هناك فائده للمواطن، يعني فكره تجميع القش الكبس القش وضعه علف حيواني الاستفاده منه او الورق وغيره، التفكير التفكير في حد ذاته في اعاده تدوير غير ما تحرق. لكن النهارده برضه حتى بعيد عن أشرز، ممكن في مواطنين بيعتمدوا مثلا ان هم يحرقوا المخلفات، يقول لك انا مش عارف اتصرف فيها ولع فيها. لا هو يعني برضه دور المواطن هنا، وعاوز اقول بس دور المواطن، انا عشان كده عاوز اروح دور المواطن في مثل هذه التصرفات الفرديه. تمام، زي الميه ما اتكلمنا النهارده، المخلفات دي اسهل حاجه عشان تساعد كمان الدوله وتقدر تستفيد منها، انك تعمل كيسين في البيت يسموه الفصل من المنبع، كيسين بدل ما تصرف واحد تحطهم في اثنين، مش هنقول زي الفنادق حط اربعه ولا اربعه ولا غيره، يعني مش هنقول اربعه لكن خليهم اثنين، حط اثنين، واحد في العضوي اللي هو قشر الحاجه. وعايزين نقول للناس بلاش نرمي اي مخلفات اكل مهما كانت قليله، لانها هتجمع معاك، انت مش واخد بالك ان معلقتين الرز دول في عماره فيها 50 دور يطلعوا لك 5 كيلو رز اترموا. تمام، وبالتالي احنا مش المفترض ان احنا نرمي لا عيش ولا رز ولا مكرونه ايا كانت، نحط بس قشر موز، قشر ملوخيه، برتقان، مش عارف كيفيه إيه؟ التخلص هقول لحضرتك، ونقفلهم ونربطهم. انا معايا دقيقه يا دكتور، دي واحده، الثانيه احط فيها بقيه المخلفات الثانيه واربطها، هيجي عامل القمامه ياخدها هيروح على المنطقه اللي بيفرز فيها، دي مفروزه جاهزه، احلى سماد في الدنيا تاخده وتوديه للمصنع، هتعمل سماد عضوي 10 من 10. وبالتالي انت فصلت من المنبع اصلا، انت فصلت من المنبع، خدت الورق في الشنطه الثانيه نضيف عملت له ريسايكل، خدت الازاز نضيف عملت له ريسايكل، انت كذا اربع تكازم لا هم كيسين بس، يا زلمه اربعه صح كده، تلاقي الكنزات الدوله في حاجة بتعمل الازاز في حاجه تمام، جهود عظيمه جدا في كل المجالات حقيقه، لكن دور المواطن هو الدور الاكبر والمكمل. ضيفي الكريم استاذ دكتور عبد العزيز عبد المسيح سمعان، استاذ التربيه البيئيه والوكيل السابق لمعهد الدراسات والبحوث البيئيه بجامعه عين شمس. دكتور حضرتك نورتنا، ميرسي يا فندم، شرفتنا، شكرا واضفتنا، شكرا جزيلا لك، شكرا لحضرتك، نورتنا يا فندم، شكرا. مشاهدينا لحد ما نوصل معكم لختام حلقتنا لهذا اليوم على ارض مصر، وغدا فريق عمل جديد.